السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم بشكل عام أجواء شديدة الحرارة بالنهار وتميل إلى الحرارة بالليل. أعلى درجة حرارة سجلت اليوم كانت في شمال بلاد مزارع العبدلي 49 درجة مئوية، كذلك مدينة الجهرة 49، وتفاوتت باقي مناطق البلاد ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية. متوقع الأجواء بشكل عام راح تكون في هذه الليلة وصباح يوم غد أجواء تميل إلى الحرارة، وكذلك هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية والجزر. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، سماء صحو بشكل عام، رياح جنوبية شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت وضواحيها 39 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 24%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الغد متفاوتة ما بين 29 درجة مئوية في منطقتي شقايا والسالمي، مناطق الوسطى والشمالية متفاوتة ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للمناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. الرياح بشكل عام راح تكون رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وكذلك الجزر. أما بالنسبة للأجواء متوقعة في منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى متوقع أن تصل 48 درجة مئوية خاصة في مدينة الجهرة وضواحيها، كذلك غرب البلاد في منطقتي الشقايا والسالمي، أيضا شمال البلاد في مزارع العبدلي 48، جنوبا في مزارع الوفرة 47 درجة مئوية، مناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. الرياح بشكل عام راح تكون رياح جنوبية شرقية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتفاوت سرعة الرياح من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:49 دقيقة موعد شروق الشمس، الساعة 5:15 دقيقة موعد أذان المغرب، الساعة 6:31 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء شديدة الحرارة في النهار وتميل إلى الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية والجزر. درجات الحرارة تتفاوت ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء في المساء تميل إلى الحرارة كذلك رطبة نسبيا على بعض المناطق، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. الرياح بشكل عام راح تستمر رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بشكل عام، قد تتحول لرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في آخر ساعات الليل وبداية ساعات الأولى من الصباح، قد تتفاوت سرعة الرياح ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود للزملاء في الاستديو.